وصلنا لفقرتنا التالية. كل المشاريع الناجحة والإنجازات والابتكارات العظيمة كانت في البداية مجرد فكرة، ولربما قد واجهت في رحلتها للنجاح معوقات كثيرة، بس لم تمت في عقل من يحلم بأن يراها واقعا. فكرة الفلكي الصغير تجربة للوصول إلى خيال الأطفال ومشاركتهم بالأفكار والخوض معهم بعالم بيجمع بين كل العلوم. بدنا نرحب اليوم ضيوفنا بالاستوديو بعضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية السورية السيدة تركي. أهلا وسهلا فيكي. وأيضا بدي رحب بالطفلة سبا ونوس. صباحا يا سبا. صباح الخير. صباح النور. اسمك سبا ما؟ مو هلا قلتي لي اسمك سبا؟ مايك برداني؟ صباح الخير. رمضان كريم. اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا فيكي بفقرتنا لليوم، واهلا وسهلا فيكي كمان انت الصبيه الحلوه بفقرتنا لليوم. يعني بداية خلينا نحكي مثل ما هلا حطينا بالمقدمة، دائما الأفكار هيك بتنبع هيك من فجأة، ولكن في فكرة منظمة وفي أفكار متشتتة. خلينا نحكي عن بالبداية عن الفكرة بشكل عام وعن هدفها. تفضلي. أول شيء صباح الخير ليا. صباح الخير سالي. كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم. هلا فكرة الفلكي الصغير هي مو فكرة جديدة أبدا، هي فكرة قديمة من أول تأسيس الجمعية. نحن الجمعية الفلكية السورية كان اسمنا جمعية هواة الفلك، تأسسنا ب 31/8/2005. نعم. فمن أول ما بلشنا هدفنا نوصل علوم الفضاء والفلك بشكل بسيط للجميع. يعني هاي العلوم في كثير عالم بتشوفها علوم معقدة، علوم صعبة. يعني إذا تخيلنا نحن العلوم كهرم، علم الفضاء والفلك بيتربع على قمة هذا الهرم، بده رياضيات، بده فيزياء، بده تاريخ، بده كثير من العلوم لحتى نحن نقدر نوصل الفكرة. ففكرة الفلكي الصغير إنه نحن كرمال نوصل هذا العلم للأطفال. بلشنا فيها تقريبا بمستويات متعددة، لكن للأسف الظروف ما كانت تسعفنا أنه نحن نكون مع الأطفال فيس تو فيس، أنه نعمل دورة ونتشارك مع الأطفال لحتى نعلمهم. بشكل يعني قريب. فهلأ خلال فترة هذا الحظر وقاعدين وحجز بالبيت، فبتحسي في عندك شوية وقت تعملي أنت كرمال توصلي فكرة كتير بسيطة، هي علوم الفضاء والفلك بشكل بسيط وطبيعي للأطفال. فاشتغلنا على هاي القصة من خلال مجموعة أطفال، حاولنا يعني نوصل لهم الفكرة بشكل بسيط، نخليهم يحسوا بعلوم الفضاء والفلك عن قرب. يعني على الرغم من أنه نحن هاي العلوم كتير فيها صعوبة، عم نحاول من خلال تطبيق الواتساب يكون في تواصل بيننا وبين الأطفال. نعم. خلينا نقول سبا مبسوطة بالسمكات، بدك تطعميهم هلا؟ هلا بس نخلص نطعميهم أنا وياكي. احكي لنا كيف شاركتي، كيف حكيتي، كيف شاركتي، شو عملتي، احكي لي. ماما إنه هي فتحت على الفيس وشافت إنه الفلك الصغير مشترك معنا. بعدين نحن قلنا لأنه بدنا نشترك معهم. مبسوطة أنك اشتركتي؟ قد عمرك؟ 6 سنين. طيب شو عملتي بعد ما اشتركتي معهم، بعد الماما ما شافتهم على الفيسبوك، شو عملتي؟ صرنا وقت صارت المس تبعت لنا الشغلات صرنا نردهم. تمام. خلينا نتعرف كيف فتوا على البيوت، كيف حمستوا الاهل لحتى يشاركوا معكم؟ هلا هو ببساطه هي مثل ما حكينا فكره. فطرحتها اول شيء على صبيتين بالجمعيه انه ما احنا ممكن نعمل شيء لاعضاء الجمعيه. أوكي. الشباب المنتسبين لعنا. فوالله في ايه خماش وشام شيخ جبر كتر خيرهم الله يعطيهم الف عافيه، فاستعدوا انه للفكره انه اوكي كثير منيحه. فبلشنا مع تقريبا شيء 30 طفل من اطفال الجمعيه. لما لقينا الفكره هيك عم تنجح وعم يكون في كثير استجابه، فقلنا ليش ما نخلي المجموعه عامه، الجروب عام، ويكون في عندنا كثير اطفال مو بس الاطفال المنتسبين للجمعيه. طرحت الفكره على الدكتور محمد العصير رئيس الجمعيه، بوجه له تحيه اكيد. قال لي انه اوكي الفكره كثير ظريفه بس كثير رح تتعبي على الواتساب وكذا وهيك، فانه في مجموعه ثانيه من شباب الجمعيه انا بدي اتشكرهم كثير، طارق الخطيب، احمد رحمي، شام شيخ جبر، ومرح الحمصي، ايه خماش،
لا هون هاي الفكره مستحيل تكون موجوده، مستحيل انه نقدر نكمل فيها. يعني قسمنا الجروبات، في عندنا مجموعه اجانا كثير رسائل انه من الامهات انه حابين يشاركوا معنا. طبعا نحن بهذا الجروب مو بس وصلنا للاطفال، نحن وصلنا للامهات. يعني الفكره انه انت ضربنا عصفورين بحجر واحد، صار في عندنا شيء مثل انها عالمه فلكيه ومشروع من مشاريعنا والفلك الصغير. فقسمنا الجروبات من 6 ل 8 ومن 9 ل 11 وعندنا من 12 ل 15. عندنا بكل جروب بكل مجموعه حوالي 80 طفل بنحاول نتواصل معهم. مثلا نحن بنحط لهم صوره بنسالهم انه شو هذا الكوكب، بيقولوا لنا مثلا كوكب عطارد، كوكب الزهره، وبنصير نسالهم اسئله، بنشوف شو عندهم اسئله وبنحاول نشتغل معهم على هذا الاساس. خطوه مهمه كانت حتى توجهتوا فيها لعده شرائح وخاصه الاطفال بفتره الحجر عبر الواتساب، ولكن دائما التنفيذ على ارض الواقع يختلف تماما. يعني دائما بيكون بعد نجاح اي فكره التنفيذ على ارض الواقع بتكون مسؤوليه على عاتقكم. شو المرحله اللي بعد الواتساب ما بعد الحجر؟ ان شاء الله يا رب نخلص من الوباء. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. هلا ما بعد الحجر هو الفكره قلت لك من زمان موجوده وقائمه. بعد الحجر حيكون في دورات بشكل فيس تو فيس، يعني احنا نجتمع مع هدول الاطفال دائما، نكون مثلا دورات بشكل نظامي. انه هلا نحن مثلا بحكي مع صبا مثلا، نسالهم سؤال انه يا صبا شو كوكب عطارد، احكي لي عن كوكب عطارد. صبا بتبعث لي تسجيل صوتي بتحكي لي عن كوكب عطارد. احمد بيحكي لي عن كوكب عطارد مثلا، بيبعثوا لنا تسجيلات صوتيه. وصلنا هلا معهم لمرحله انه قدرنا ننمي فيهم انه هن يكتبوا. مثلا مين بده يكتب لنا اليوم قصه عن عطارد، مين بده يكتب لنا مقال عن كوكب الزهره، مين بده يشارك معنا بشيء. يعني تحفيزات كثيره لحتى انه حتى يعني ينسجموا يندمجوا. يمكن في معاناه كانت بعدد كم رسائل الهائل، يعني مثلا كثير اهلي يقولوا لك انا عم يجيني 200 300 400 رساله فما فيني لحق. اتبعنا اسلوب انه مثل بنبعث لهم فورم صغير فيه عدد من الاسئله، هي الاسئله مثلا عن كوكب الزهره، عن كوكب المريخ. يعني احنا مشينا بشكل مرتب معهم و قلنا خلي الطفل يبحث، يعني مو بس نحن نعطيه معلومه، خليه يتعلم انه هو يدور، يبطل بس متلقي، نطلع من حاجز انه انا والله بس عم اعطيه، نطلع برا الصندوق، خليهم يصيروا هن يفكروا، هن يدوروا، فهلا بهي الاسئله الطفل بيدور بيبحث هو فيها وبيجاوبنا. حلو. ونحن عندنا على الاجابات في نجوم، يعني كل طفل مثلا بيجاوب اجابات بياخد صحيحه بياخذ نجوم وبننشر له مقالاته على صفحه الجمعيه وجروب الجمعيه. سبا شطورة. ستار عندك؟ كم ستار عندك انت؟ كم نجمه عندك؟ قولي لهم عن القصه اللي كتبتي لنا اياها. كتبت لنا قصه صبا عن جد؟ عن شو؟ عن اي كوكب؟ عن اي كوكب؟ زحل. احكي لي اياها. شو بيميز كوكب زحل لنا؟ شو له زحل؟ حلقات. حلقات. كوكب زحل كبير ولا صغير؟ سبا عم تحرك بس هلا بدها تقعد. عادي كبير سبا زحل. حتطلعي فيني عادي منيح وخبرينا شو عم تتعلمي. يلا يا روح. يلا شو تعلمتي؟ فينا نعيش على عطارد نحن؟ لا. ليش ما فينا نعيش على عطارد؟ لانه ما في عليه مي وما في عليه عشب. ما في عليه ابدا؟ ليه؟ لا لانه قريب عن الشمس وهو كثير حار. كثير حار. كثير كثير حار. طيب يعني نحن بس على الارض بدنا نعيش صح؟ ما فينا نعيش، شو لازم نعمل؟ مو لازم نحافظ على الارض؟ ايه. بنكب الارض شيء نحن الورا؟ لا. مو لازم ندير بالنا عليها ما هيك؟ شطور. يعني اضربي هيك كفيك، برافو عليكي انت شطوره. تركي خلينا نحكي اكثر بطريقه يمكن الطروحات عند الاهالي والاستفسارات. حكينا يمكن عبر الجروبات كثير في تساؤلات لحتى يوصلوا الافكار للاطفال، ولكن اهميه المتابعه باي موضوع. يعني خلينا نحكي ممكن طرحنا فكره، ممكن سجلنا فويس، حكينا عن قصه احدى الكواكب، غيرنا من بعض لانه هذا عم يسجل وهون عم يسجل، ولكن المتابعة والاستمرارية فيما بعد. هلا ان شاء الله يعني بتعرف الطفل بينسى تمام. يعني اذا ما تابعنا هلا في اطفال مثلا انه كانوا جايين لعنا بيعرفونا. مثلا نحن بالمرصد الفلكي السوري والجمعيه الفلكيه السوريه نشاطاتنا كثير بتمس الاطفال، لكن مثل ما خبرتكم ما عملنا شيء مباشر معهم، ما عملنا دورات للكبار، لكن دورات للاطفال انه نحن نبلش معهم الف باء الفلك لسه هي ما عملناها. فكانت البدايه بهي الجروبات. ان شاء الله بعد ما تخلص هالفتره ممكن نعمل دورات للاطفال يكونوا موجودين معنا نفس الشريحه العمريه هاي تكون موجوده معنا ونشتغل مع الف باء الفلك. صبا يعني صبا متميزه وكثير كثير بتعرف الطفل الحرك دائما، الطفل الحرك وبيعبر عن شعله من الذكاء، الله يحميها يا رب. هيك ونشوف كل اطفالنا عم يبدعوا وعم يتعلموا. بتحبي تتعلمي؟ فيكي تعيشي بلا مي وبلا اكل؟
فانت بتشوفي الكواكب شو اللي عليهم مي، نحن بنعيش فيهم كوكب الارض. لك عم تطلع على السمكات هلا، شجعك اخوك بعدين السمكات هلا بدها تطلع فينا. مبسوطه كثير بالتجربه تبع الفلك الصغير؟ صار عندك رفقات سبا؟ صرتي تتواصلي؟ شو اسمائهم رفقاتك معي؟ تحكيهم على الواتساب تبعتي لهم؟ قولي لها في اخي يوسف شجاني، اخوك شجعي. قولي له ليوسف مرحبا. قولي له هاي ليوسف. ليك هديك 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 هوني. ايوه هاي هي مرحبا. هي ليك ليك عند عمو. قولي له مرحبا. ما شاء الله. لكن خلينا قبل ما نختم مع حضرتك نحكي يمكن اي شيء او معلومات تطوير لجيل المستقبل وخاصه الاطفال، بيكبر القلب. صحيح هو متعب ولكن عن جد بيكبر القلب. خلينا نحكي يمكن بس تشوفي الاطفال متفاعلين، الاهل عم يتشكروكم على هي المبادره، قد ايه بتحسوا هيك قلبكم كبير وانه عن جد انجزتوا شيء على ارض الواقع؟ هلا شعور كثير حلو. ما يعني مثلا نحن محددين وقت قبل شهر رمضان، كنا ثلاث ايام ثلاث مرات نفتح باليوم الجروب ونحكي معهم، هلا عم نفتح مره واحده تقريبا شي ساعه، فلما بنتاخر بس دقيقتين بتجينا كثير مسجات انه أنسي ليه ما فتحتوا المجموعه؟ ليه ما حكينا؟ شو صاير معكم؟ ما في مناقشه اليوم، ما في نت اليوم، ليه ما في؟ انه أنسي بس النت عندي ضعيف او الكهرباء مطفي او في كذا. بنلاقي كثير مسجات عم تسال عم تتعلم. يعني في عنا اطفال مثلا جايين انه انت شو اسمك؟ اسمي الدكتور فلان، اسمي الدكتوره فلاني. فهن هدول الاطفال عم يكون تماما عندهم حافز. نحن كثير مبسوطين بوجودكم معنا وبتمنى يطول الحديث اكثر، وانبسطنا ايضا بسبا اللي بتحرك كثير الحلوه كمان واللي عم تتعلم بدها تصير شطوره. شو بدك تصيري بس تكبري؟ دكتوره نسائيه. الله. كل الشكر لكم ورمضان كريم. اهلا وسهلا فيكم.